خبرون بأمريكا ما عندنا حواشو. يعني أنا هذا بيتي، هذا بيتي وراي، هذا بيت جاري، ما بيننا حواش. فالجار لا جاء يمشي يجيك أهالممر هذا، تقدر تفر عليه على كل المجمع. فكانت لي جارة، مو بهذا البيت طبعا، كانت لي جارة ببيت ثاني. جارتي عمرها بها فوق 50، واضح عندها فلوس، وكل ما شافتن أطلع أو جاي كأنها تعرف وقتي. تمر تطلع بتشليبة تكرمون عنده له كلب صغير، وتجي تجيبه من عندي وكلاب تكرمون يقربن على البشر. وأنا لأني راعي غنم قديم على طول استانس على كلاب تكرمون، وأقوم أمسح له وكذا ما أعرف إيش، وهي تقعد تميلح معاي تسولف معاي. المهم أنا والله خبرون ثقافة الأمريكان يعني ما عندهم، عادي تضحك وتسولف تاخذ. المهم بالبداية سوالف، بالبداية قامت تعطيني سوالف ثانية، بعدين قامت تهمزن تمسكن من والله أنا قلت أكيد عادي، حرمة كبيرة بالعمر ما عنده مشكلة. المهم جدا وهي تقول لي، قالت لي ليش ما نصير أصدقاء مع مصلحة؟ بالإنجليزي يقولون friends with benefit، friends with benefit. قلت لي يعني شنو؟ أنا ما أعرف، أنا يعني كنت بوقت توي ما صار لي سنة بأمريكا، شنو يعني friend with benefit؟ قالت لي اسأل وتعرف. والله أنا صراحة قام يلعب الفار بعبي، ما استنظفت الكلمة يعني أصدقاء مع مصلحة، وش المصلحة؟ أيه مو ضمن الكلام. قالت مثل تقول حطك بعويناتي، حطك بعويناتي وأغمض عليك. والله وأنا أقضب ودق على واحد من الشباب أقدم مني بأمريكا وراعي حريم، قلت يا ولد وش السالفة؟ قال السالفة هج. شون هج؟ هو خبر أنه أنا رجال ما عندي مثلاً كريمين، ما عندي مين يسار. قال هذه ناويتك أعجيز. شون يعني؟ قال يعني ناويتك شقر مامي. شقر مامي أي والله. والله ثاني يوم يمكن أو يومين وراه وهي تعرضا قالت ها، المهم قلت لها ما يصير وأنا كذا وأنا متزوج وأموري وكذا. قالت شوف، هي ما قالت والله، بس قالت مثل ما تقول قالت لي والله، قالت لي I swear إذا ما مشيت على اللي بيه ها أسوي لك مصيبة. يعني تبي تتهمن أو تسوي لي بلا؟ فكرت عاد بالموضوع، لأن أفضل حل إني أرحل أطلع من البيت اللي نبه أهج عنه. إيه جارا على جار بختري ونوار، وجارا على جار سفاتن محيفة. أقضب ودق على واحد من الشباب قلت يا ولد محتاج مدينة فلوس، لأنه ما معي وقته، ما معي فلوس اللي بس اللي يسدني، محتاج فلوس أبي أرحل الموضوع. واحد اثنين ثلاثة قال والله أنا ما عندي. المهم قفلت التليفون من عنده وظليت حائر ما أدري أدق على منه صراحة، بوقته ما أدري أدق على منه. المهم وراء كم ساعة ويدق علي واحد من أخوياي من اللي الله مبتليهم با استغفر الله يا ربي، ما أدري هو الله مبتليهم ولا هم بالين أرواحهم، من اللي يشربون الخمر. هو 24 ساعة سكرة بس مرجل 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 مرجله مو طبيعية. بالإنجليزي يقولون when you drunk truth come out، يعني إذا لا صرت سكران الحقيقة تطلع. المهم هو مرجل، هو صاحي سكران مرجل، يضحك على قال أنا سمعت بسالفتك أثاري، هذا خوي اللي دقيت عليه دور منه دين رايح داق عليه. قال اسمع الفلوس أعطيك إياها عطية، بس تمدح أنا تمدح السكارة. قلت له لا أخذ هندين. قال أدينك مي خالف، حسب هندين حسب هندين، بس تمدحن تمدحن وانا سكران. قلت له ابشري ولد انا بس ابي الهجيج انا. المهم انا اقضب واكتب عليه 3 ابيات. فقلت انا خوي الطيبة المتفرد اللي مدرنك ليلته بالقواطي، يفرح لضيقي ينتعش ويورد يستأنس، لا تضايقت عشان يفزع لي، يفرح لضيقي ينتعش
ويورد حرا على كل البلاوي ساطي سيفي على طول السنة متجرد معي على كسب الفخر متواطي. أنا أشهد أنه متواطي. سلامتكم.